قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الترسل في الأذان. ترسل يعني التركد في الأذان، يعني الهدوء في الأذان، عدم الاستعجال. وهذا هو الأصل، أن الأذان يترسل به، أما الإقامة فتكون سريعة، حدر تحدر حدرا، بينما الأذان يترسل به يعني على هون، يقرأ أو يقال الأذان. قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء، قال: حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال. هذا الحديث كما قال الإمام الترمذي حديث مجهول، حديث مجهول، فيه علتان. العلة الأولى عبد المنعم هذا صاحب السقاء، وهو متروك الحديث، متروك يعني ضعيف جدا، ضعيف جدا، وشيخه يحيى بن مسلم مجهول. فالحديث له علتان، إذن الحديث له علتان، يعني فيه مجهول وفيه متروك، مجهول ومتروك، فالحديث لا يصح إسناده أبدا. طيب، أما المتن الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي إذا أذنت فترسل في أذانك، يعني على الراحة وأنت تؤذن، وإذا قمت فاحذر. يعني تشوفون أنتم الآن بعض المؤذنين إذا أذنوا سريعين، سريع بالأذان، حتى أحيانا ما تدرك شنو، تردد وراء، ولا ما شفتوا هالشيء؟ أنا والله بعض المؤذنين والله أني برد وراء ما أقدر، سريع سريع، يعني يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، يا حبيبي خرد وراك، ما تدرك، يعني تردد خلفه لسرعته، هذا خلاف السنة. أصل في الأذان الترسل، وعكسه الإقامة. بعض الناس الإقامة عنده شنو، كأنها أذان، كأنها أذان على الراحل، وهذا أيضا خلاف السنة. السنة الحدر في الإقامة والترسل في الأذان، وهذا عليه جماهير أهل العلم بغض النظر عن هذا الحديث. قال: إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر. قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة. هذا يبين لك وقت ما بين الأذان والإقامة، يعني الآكل إذا جيت أنت تتغدى أو تتعشى كم تأخذ الوقت على راحتك؟ التغدى كم تأخذ؟ 10 دقائق. يقول في ناس أكلهم سريع وفي ناس أكلهم بطيء، يقول 10 دقائق كم تأخذ؟ ولا حسب يعان لو يعان كم تأخذ تقريبا؟ ربع ساعة، نص ساعة، ما في، كل واحد يقول رأيه، ما يضر، هذا واقع. كم تأخذ فيه؟ ثلث ساعة، 10 دقائق ربع ساعة، حتى لو غدا عشاء كذي ما تتعشى، بس الغدا تأخذ لك ربع ساعة تقريبا، ربع ساعة، ربع، لا إله إلا الله على الطائرة ربع ساعة، ثلث، 10 دقائق قعدت مع لها الغداء وهاتي على طول، ربع ساعة، ثلث، على حسب، على حسب، عطنا يعني ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، ها ربع على ثلث، ربع على ثلث، ربع، ها في وراك، ها ربع، والله زين ما شاء الله، ثلث ساعة، ربع، ربع، ها انت ايش كنت تعقد؟ 10 دقائق بس، خمس، 5 دقائق، ها واحد، ايه، واذا مع مجموعه افتح انت، ربع ساعة، ربع ساعة، ها؟ ربع ساعة، ها؟ ربع ساعة، ربع ساعة، 12 دقيقة. طيب، ها؟ لا أنا يعني مثلكم تقريبا، بس أنا تستغرب يعني هذول الأوروبيين وهذه قاعدون ساعتين، صحيح؟ بعضهم يقول هو مو قضية الأكل، قضية حجز المكان، يعني حجز المكان طوال هذه المدة، يعني مو قضية بس أكل، يعني هو جاي يقول كان فترة العشاء يعني فترة عمل نوعا ما وقعدة وكذا ومع الأهل، لأن ما عندهم دوانيات، ما عندهم هذه دوانيتهم،
يحجز الطاولة ساعتين ثلاث ساعات، هذه دوانيته. فعلى كل حال يعني قضية الفترة الزمنية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بقدر ما ينتهي الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من قضاء حاجة. المعتصر يعني المحصور، لما يذهب إلى الحمام ليقضي حاجته كم يقضي من الوقت لينتهي من حاجته بالراحة يعني. فيعني هذا اللي قلته تقريبا يعني 10 دقائق ربع ساعة يعني يكون الوقت الذي يقضى لي أو الذي يكون بين الأذان وبين الإقامة، كما هو الحال الآن في بلادنا إقامة الصلاة هكذا ربع ساعة ثلث ساعة ربع ساعة ثلث ساعة، صحيح ولا لا؟ تفضل شيخ. إذا قلنا الآن بالنسبة للأذان أو الفترة التي بين الأذان والإقامة أنها يعني 10 دقائق ربع ساعة، مسألة يعني غير محددة بوقت ملزم، وإنما ترجع إلى تقدير الإمام، ترجع إلى تقدير الإمام. وإذا رأى يعني ولي الأمر مثلا يحدد وقت مثلا الإقامة حتى لا يختلف الناس فلا بأس بذلك، يحدد وقت مثلا الإقامة مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة أو كذا حتى لا يقع اختلاف بين الناس، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أن لا ينبغي للناس أن يعملوا يعني مشاكل على قضية إقامة الصلاة. يعني البعض يناقش في الثانية والثانيتين والدقيقة والدقيقتين يعني على إقامة الصلاة، وأغرب ما رأيت أنه صليت في مسجد مرة صلاة الفجر في رمضان، فالمهم أن كانت إقامة الصلاة بعد الأذان 10 دقائق، فقدر الله تبارك وتعالى أنه دخل أحد المصلين المسجد وبقي دقيقة على الإقامة، فاستأذن الإمام وقال له فقط أصلي سنة الفجر. قال الإمام توكل على الله، والمسجد كان صغيرا بحيث أنه يتكلم بالزاوية هذه يسمع لي بالزاوية الثانية يعني من صغر المسجد يعني، فقال أصلي ركعتين. قال الإمام تفضل، والاثنين يتكلمون أسمعهم جنبي مو بعيد عني، قال لي بيصلي ركعتين يجي مبكر يتأخر وبعد يقوم بصلي ركعتين، شو الحكي هذا مو راضين. فالمهم أن الإمام في ذلك اليوم أقام بدل 10 دقائق وقيمة صلاة 11 دقيقة فقط، يعني زيادة دقيقة فقط. فالمهم أن قيمة الصلاة، والإمام طبعا سمع هذول الاثنين يتكلمون اللي معاجبهم، فلما قضيت الصلاة قام الإمام تكلم كلام طيب، قال يا جماعة الخير يعني زيادة دقيقة تأخير دقيقة لا ينبغي أن يكون هذا مشكلة في حد ذاته. يعني شو المشكلة بدأ 10 دقائق من 11 دقيقة؟ يعني ما هي مشكلة كبيرة جدا كذا. ولا واحد يرد عليه قال لا احنا ما عندنا مشكلة، تبه 11 دقيقة خلها 11 بس التزم به 11 دقيقة. خلاص تبه خلها نص ساعة ما عندنا مشكلة بس التزم، ما يصير تقعد 10 دقائق وتقيم 11 دقيقة، تبي حط موعد والتزم فيه. فالمهم أنا خرجت من المسجد ما كملت، ما أدري إيش صار بينهم، خرجت ما لي خلق، أنا جاي بصلي بطلع. المهم طلعت، فكان في أحد رواد المسجد توفي رحمه الله تبارك وتعالى، فرأيته من الغد، فقلت له أبو صلاح إيش صار؟ أنا مشيت إيش اللي صار؟ قال أنا طلعت وراك بس عندي العلم. قلت شلون؟ قال أنا طلعت رحت أنام، نمت طلعت من البيت 7:30 بروح الدوام ولتهم يطلعوا من المسجد قاعد يتناقشون مع الإمام. يعني نتكلم أنت عن انتهاء الصلاة 4:30، اطلعوا من المسجد 7:30 قاعد يتناقشون على دقيقة. بين الجهل الناس حقيقة وعدم صبرهم وتعنتهم وجهلهم حقيقة هو الذي يدفع لمثل هذه الأشياء، والله المستعان. شيخنا في سؤال إذا ممكن على الحديث نفسه، يعني الترمذي الآن لماذا ذكر الحديث هذا إذا كان هو ضعيف؟ الترمذي رحمه الله تعالى يذكر الحديث الضعيفة وينبه عليها، ويذكرها لأنها مشتهرة، لأنه قصد بالكتاب الحديث والفقه، ويبوب للحديث ما في مشكلة أبداً.